بيع. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة في هذه الحلقات من البيوع وأنواعها، ولكن انتهينا منها والآن في الإجارة في عددها الرابع إن شاء الله تعالى، نذكركم بأرقام الهواتف إن شاء الله تعالى والتي تتواصلون فيها معنا بعد مضي نصف ساعة بداية البرنامج إن شاء الله تعالى، وترونها تباعا أسفل الشاشة، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الأخير 094-466-56-81. إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حياكم الله شيخنا، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، أسأل الله حفظكم فيكم بارك شيخنا. شيخنا حفظكم الله تعالى، ما زلنا في هذه السلسلة المباركة معكم، حفظكم الله تعالى شيخنا ومتعك الله بالصحة والعافية، واللي هي بدأنا في البيوع أنواعها، والآن نحن في الإجارة في حلقتها الرابعة، فما زلنا في موضوع الإجارة الجائزة والإجارة الجائزة مع الكراهة والإجارة الفاسدة وغير ذلك. شيخنا الإجارة الجائزة ما زال فيها بعض التطبيقات، حضرتك حفظكم الله تعالى تريد أن يعني تبينها الآن، فتفضل شيخنا ثم ندخل في الإجارة الجائزة مع الكراهة، تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وبعد، فمن تطبيقات الإجارة الجائزة هي الإجارة على تعليم القرآن الكريم، هذه دائما يحتاجها الناس ويسألون عنها. وتعليم القرآن الكريم يعني أنواع، أحيانا يكون مشاهرة أو مساناتا أو مياومة، هذه معناها كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا أو كل جمعة أي كل أسبوع أو كل سنة، لها مصطلحات هكذا هي أسماؤها. وهذه جائزة لا شيء فيها، يعني أن يعطي الرجل ابنه إلى مقرئ ليعلمه القرآن ويتفاهمان على دفع أجرة، إما كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة. النوع الثاني يعطيه ابنه على الحداق، على الحداق معناها حتى يتقن، نعم، تعلم القرآن، ليس مربوطا بزمن، فهذا لا يستحق الأجرة إلا إذا تم حدق الطفل لكتاب الله عز وجل.
لكن هذه ليست أجرة، ليست إجارة، وإنما هي جعالة. يقول له هذا ابني علمه القرآن على الحداق، يعني لما يحدق القرآن يعطيه ما تفهم عليه. قد سبق أحيانا ذكرنا بعض التطبيقات على الجعالة، وأن الجعالة أصلها غير لازمة إلا إذا شرع العامل في قضية ما كلف به، لكن الإجارة لازمة بالكلام. نعم، لا تنفسخ إلا باتفاق المؤجر والمستأجر، إذا اتفقا نعم على الفسخ. بس لكن الجعالة إذا ما بداش في العمل صاحبنا هذا الذي جعلناه، هذا ما لا يلزمه شيء، أو حتى صاحب العمل نفسه الذي يريد الفائدة يمكنه أن ينسحب ولا شيء عليه ما لم يبدأ صاحبه الثاني في شغله. فهذه سموها جعالة. إذن تعليم القرآن الكريم جائز مشاهرة أو ما في حكمها من مساناة، ويعني من كل جمعة إلى آخره، وكذلك يجوز على الحداق، يعني لا يلزمه هذا اللي بيدفع الأجرة، لا يلزمه إلا إذا أكمل المجاعل أكمل عمله، أما قبل ذلك فلا. وقلنا يمكنه أن ينسحب ما لم يبدأ. المسألة الأخرى هي إجارة الماعون. يجوز إجارة الماعون، وربما يذكرنا هذه بقول الله عز وجل ويمنعون الماعون، لكن هذه خلاف كبير بين الفقهاء. فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال المقصود بالماعون في هذه الآية هي الزكاة، بينما ذهب غيره إلى أنها الماعون المعروف، يعني ما يتعاون به مثل صحفة وقدر وما في حكمها من أدوات الطبخ أو البناية أو شيء من غير ذلك وهذه موجودة في المجتمعات الإسلامية بكثرة، ومعظمها تعطى مجانا. نعم، لكن إذا اشترط الأجرة فجائز أن يؤجر شخص الماعون كصحفة، كما ذكرنا صحفة هي الصينية. نعم، أو قدر الذي يطبخ به، أو إبريق أو شيء من هالقبيل. نعم، وكذلك من التطبيقات على الإجارة الجائزة، نعم، قضية إجارة على حفر بئر إجارة، يجوز أن تؤجر على حفر بئر في أرضك أو في أرض مباحة. نعم، تقول له مثلا، تعطي التفاصيل كم عمقه وكم عرضه إلى آخره، تعطي المواصفات وكم متر في العمق أو في العرض أو غيرها. نعم، فهذا يجوز أن يكون إجارة على أن تدفع إليه نظير هذا الحفر كذا كذا دينارا أو كذا كذا درهما. وأما إذا ربطت هذه المسألة بقضية انتهاء الحفر في بئر معلومة المواصفات عرفا، هذه جعالة وليست إجارة. هذا بالنسبة لمسألة الإجارة، نعم، الجائزة التي لا كراهة فيها. نتحول لما ذكرتم من النوع الثاني، وهو الجائز مع الكراهة.
جائز مع الكراهة، يعني عدم الإجارة أفضل. أن تعطيه مجانا، أن تعيره مجانا بدون أجرة، هذا أفضل لك، أجر عظيم. يذكر فقهاؤنا في هذا الباب أي تطبيقات هذا النوع منها قضية الحلي، الحلي وجمعها حلي، ما تتزين به النساء، فهذا يجوز تأجيره، نعم جائز تأجيره لكن مع الكراهة، يعني عدم التأجير أفضل. إذا لم يؤجره ماذا يفعل؟ قالوا هذا الأفضل فيه عدم التأجير، لأن إعارته هي زكاته، إعارته لشخص آخر أو لامرأة تتزين به أو لزوجها يعطيها، نعم يأخذه من شخص آخر ويعطيه لزوجته مؤقتا تتزين به، فهذا جائز ولكن مع الكراهة. إذن الذي لا يريد أن يدخل الكراهة ماذا يفعل؟ يعطيه مجانا، يعطيه يعيره مجانا بحيث تتزين به المرأة ولا تدفع شيئا، فهذا بالنسبة للنوع هذا من الإجارة. هل هو ممنوع؟ لا ليس ممنوعا، ولكنه مكروه كما ذكرنا. المسألة الأخرى في التطبيقات في المكروهات، نعم التي هي إعطاؤها مجانا أفضل من مؤاجرتها. يذكر الفقهاء في هذا الباب مسألة إيجار مستأجر لمثله. المستأجر بعد أن استأجر هذه السلعة ليقضي بها أو ليقضي بمنفعتها، نعم شيئا ما، يعيرها لغيره، فهذا جائز، لكنه الأفضل أن يكون ذلك مجانا. فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه، لا حرج عليه، إيجار مستأجر لمثله. هذه فقهاؤنا القدامى كانوا يذكرونها في قضية الدابة، إذا استأجر شخص دابة من شخص آخر يمكن لهذا المستأجر أن يؤجرها لشخص ثالث، لكنهم يقيدون ذلك بقيود. مسألة لما يؤجر هذا الشخص لغيره لثالث يشترط فيه أن يكون مثله أو أدون، أي أقل في مسألة الوزن مثلا، لأن إذا أجر الدابة نعم شخص يزن 50 كيلو مثلا لا يجوز له أن يؤجرها لغيره ممن يزن قنطارا، ولأن الدابة تتضرر بذلك. ويذكرون شيئا آخر ممكن أن نطبقه على أشياء في زمننا، وهي قضية أن الناس يختلفون في معاملة الدابة، وهذه تنطبق على السيارات كذلك. فمن أجر سيارة نعم يجوز له أن يؤجرها لغيره، لكن الناس يختلفون في مسألة قياداتهم، منهم من يسوق بسرعة خارقة العادة، ومنهم من يسوق يعني أو يقود سيارته يعني قليلا قليلا بمسافة معينة. كذلك طريقة القيادة تختلف، نعم، ولذلك أنت ترى أحيانا وأنت في الطريق أو أنت على حافة الطريق ترى بعض الناس يقودون فتتعجب من هذه القيادة لفرط السرعة أو طريقة معاملة السيارة، ولذلك هذه لابد أن تدخل في الحسبان. فإذا استأجر شخص عربة أو سيارة ثم أجرها لغيره يشترط في ذلك أن يكون مثله في الطباع والمعاملة، معاملة الآلات.
فهذا يدخل معنا في مسألة الإجارة الجائزة مع الكراهة. ثم بعد ذلك من الإجارة الجائزة مع الكراهة أدوات يعني يستعملها الناس في أفراحهم مثل الدف والمزمار وما إلى ذلك، هذه يجوز تأجيرها نعم مع الكراهة، لكن يجوز تأجيرها مع الكراهة في ماذا؟ في الأعراس، لأن الدف وما شابهه لا يجوز استعماله للهو، وإنما أجازوا ذلك في قضية الأعراس حتى يعلم الناس أن فلانا تزوج فلانة. أما استعمالها في غير ذلك فالجمهور على منعه، يعني تحريمه. فإذا مسألة تأجير الدف والمعازف وما إلى ذلك يجوز ذلك في الأعراس مع الكراهة، يعني إعطاؤها مجانا دون أجرة أفضل. هذه بالنسبة لأدوات أو الأدوات التي تستعمل في الأعراس، وقد تستعمل في غير الأعراس في اللهو، لكن هذا قلنا ممنوع، نعم الحكم فيه الحرمة. نعم من التطبيقات الأخرى أيضا بناء مسجد للكراء، بناء مسجد للكراء هذا خير، هذا جائز مع الكراهة. يعني واحد يبني مسجد وليس وقفا، وإنما يبنيه ثم بعد ذلك يريد أن يكريه، أن يستعمله أهل المنطقة نعم مسجدا، هذا جائز. وهي مسألة هي غريبة، لكن هذا هو الحكم الفقهي، جائز مع الكراهة، يعني إعطاؤه لهم مجانا دون دفع أحسن وأكثر أجرا. قد سبق أن قلنا في درس سابق أن مسألة المسجد يمكن أن يجعل نعم وقفا مؤقتا، يعني يعطيه للناس أو يحول بينه وبين الناس مدة معينة، ثم بعد ذلك يقف هذا الوقف، أي حكم هذا الوقف يقف عند فترة معينة، ذلك جائز. وبناء المسجد لكرائه نعم أو يكريه، نعم يكريه حتى هو ما هو مبنى عادي لكن صاحبه أكراه لأحد الأشخاص أو لجماعة أو لدولة أو لشيء من القبيل، نعم يكريه لهم على أن يتخذوه مسجدا لمدة معينة، هذا جائز لكن مع الكراهة. نعم هذا بالنسبة لي. وبأننا نتحدث عن المساجد، هل يجوز السكن فوقه؟ إذا كان هناك مسجد أرضي هل يمكن لأحد أن يبني فوقه سكنا؟ فهذا عندهم من الممنوعات، نعم أن يتخذ المسجد تحت السكن. أما العكس فجائز، أن يكون يعني يكون الأسفل نعم سكن والأعلى مسجد يصلي فيه الناس، فذلك جائز. أما العكس فممنوع. وكذلك من الأمور الجائزة كراء المنفعة، نعم كراء المنفعة. إذن أنتم كأن قائلا يقول لنا أنتم عما تتحدثون في المسائل السابقة، قلنا نتحدث عن إجارة الأعيان، إجارة الأعيان ويدخل في ذلك منفعتها،
لكن هنا نتحدث عن إجارة المنافع، كراء المنفعة يجوز، نعم، لكن بشروط أو بقيود، أن هذه المنفعة تتقوم، لها قيمة. في بعض المنافع ما عندهاش قيمة، فهذه لا يجوز كراؤها. إذن لابد أن تكون هذه المنفعة التي نريد كراءها متقومة، نعم، تقوم معناها عندها قيمة. في أشياء ما عندهاش قيمة، نعم، اللي ما عندهاش قيمة يضربون لها أمثلة بمسألة، مثلا يعني إنسان غسل ثوبه فجاء إلى جاره وأراد أن يكري حائطه لمدة ساعة أو ساعتين حتى يجف ثوبه، أو يكري منفعة الشجرة حتى يجفف ثوبه بعد أن غسله. قالوا هذه منافع هي، ولكنها غير متقومة، نعم، لا تصلح أن يؤخذ عليها الأجر. فهذه منفعة ولكنها غير متقومة، نعم، لا قيمة لها. المسألة الأخرى، مسألة أو القيد الآخر في مسألة المنفعة، أن تكون مقدورا على تسليمها. أما المنفعة التي لا يمكن تسليمها، التقويم أولا ثم التسليم، أن تكون ذات قيمة عند الخبراء بهذه المسائل، يقولون هذه منفعة متقومة، نعم، لها قيمة. الثاني أن تكون مقدورا على تسليمها. أما الأشياء التي لا تقدر على تسليمها فهذه لا تصلح أبدا للإيجار. بعد ذلك عندنا الفقهاء اختلفوا في فروع من هذا القبيل، هذا الشأن، فروع مثل إجارة المصحف للقراءة فيه، هل يجوز ذلك؟ بعض العلماء قال نعم، وبعضهم منع ذلك. من قال نعم قال هذه منفعة لها قيمة، والذين قالوا لا يجوز ذلك قالوا هذه منفعة نعم ولكن لا قيمة لها، ولذلك من أراد أن يفعل ذلك فعليه أن يعير هذا المصحف لشخص آخر حتى يقرأ فيه فيحصل له الثواب، نعم. هل يجوز إجارته؟ قلنا عند بعض الناس نعم، وبعضهم رفض ذلك. هذا بالنسبة لإجارة المصحف للقراءة فيه، نعم. وكذلك عندنا تجوز الإجارة على كتابته، كتابة المصحف. إذا طلبت من شخص أن يكتب لك مصحفا فيجوز ذلك، تجوز الإجارة عليه، نعم، لأن هذا فيه جهد وفيه حبر وفيه قلم وفيه يأخذ جهد من صاحبه إلى آخره، فهذا يجوز، نعم، تجوز الإجارة على كتابة المصحف، نعم. عندنا تطبيق آخر، وهو هل يجوز أن تكرأ الأرض التي غمرها الماء؟ واحد عنده قطعة أرض جيدة يمكن أن يزرع فيها ولكنها مغمورة بالماء، يعني عم الماء عليها بحيث لا يستطيع الاستفادة منها الآن، نعم، فهذه إذا كان إزالة هذه المياه كانت ممكن أن تكون في عهد قريب يمكن ذلك. أما إذا كان هذا الغمر من الماء سيستمر طويلا لا يعرف متى يجف حتى يستفيد المستأجر، فهذا لا تصح إجارته.
وإذا كان يمكن كشافه نعم، لكنه نادر ما ليس الغالب عليه الانكشاف، فهذا قالوا يجوز كراءة لكن لا ينقذ فيه، أي لا يدفع مال مقدما فيه، لأنهم يخشون أن يكون من باب اجتماع البيع، والبيع زي الإجارة تماما، اجتماع الإجارة والسلف. كيف ذلك؟ لأن إذا كان هذا الماء زال فتصبح الإجارة نافذة، وإذا يعني الماء ما زال مستمرا ولم يستطع أن يستفيد منه هذا المستأجر فيرجع سلفا، يعني بيرد النقود اللي دفعها في هذه الإجارة، وهذا يسمونه اجتماع إجارة وسلف، وهو مثل اجتماع البيع والسلف، فإن هذا ممنوع. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، احنا انتهينا من الإجارة الجائزة مع الكراهة، أليس كذلك؟ لا ما انتهى، ما انتهينا بعد. طيب سيدي، طيب أزال عندنا تطبيقات أيضا. تفضل يا سيدي، تفضل شيخنا. بارك الله فيكم. من الإجارة الممنوعة تعليم الأشياء التي هي يعني غير حلال، المحرمات، يعني يعلم الإنسان كيف يقتل إنسانا في غير قضية الجهاد، كيف يقتل أخاه، نعم، فهذا ممنوع، ممنوع أخذ الأجرة، وممنوع تعليم هذه الصنعة أيضا. كذلك تعليم الغناء وما في حكمه من الملهيات فهذا ممنوع، لأن الغناء نفسه ممنوع، فالتعليم فالإجارة على تعليمه ممنوعة أيضا. يذكرون كذلك ويذكر الفقهاء مسألة أيضا من هذا القبيل، وهي أن تؤجر امرأة، نعم امرأة حائض، على قم المسجد، أي تنظيفه، على أن تنظف المسجد، والحائض ما معروف ممنوع مكثها بالمسجد، فلا يجوز تأجيرها لدخول المسجد وتنظيفه. هذه مسألة نعم من المسائل الممنوعة. كذلك يعني لا يجوز استئجار دار لكنيسة أو لعملها كنيسة، فهذا ممنوع، نعم، لأن الكنيسة هذه ستكون لغير المسلمين، ولذلك هذه ممنوعة. فالمسألة هذه أيضا يذكر معها أشياء أخرى، هل يجوز أن تؤجر سيارتك لمن يريد الذهاب إلى الكنيسة من النصارى؟ هل يجوز أن تؤجر سيارتك إذا كنت لا تعلم؟ هذه مسألة أخرى، لا حرج عليك ولا شيء في ذلك، لكن إذا كنت تعرف جاءك واحد نصراني وقال لك أريد أن أذهب للصلاة في الكنيسة يوم الأحد، نعم، وهي في المكان الفلاني، فإذا وافقت على ذلك فإنك أعنت على معصية، فهذه لا يجوز الكراء فيها، لا في دابة ولا في سيارة ولا في غيرها، نعم. هذا بالنسبة للدار لاتخاذها أو لتأجيرها حتى تكون كنيسة، ومن باب أولى بيعها، لا يجوز بيعها حتى تكون أو حتى تتخذ كنيسة، فهذا البيع ممنوع ويفسخ. هذا بالنسبة للمسائل الممنوعة. ولا يجوز
استئجار على فروض الأعيان ولا على القربات ولو كانت سنة. يعني واحد تقول له تصلي صلي الظهر وأعطيك كذا، هذا ممنوع. نعم، لأن هذه من فروض الأعيان، بل حتى للسنن لا يجوز ذلك. لكن هل يجوز لفروض الكفايات أن تؤجر، أن تؤجر شخص على أدائها؟ فروض الكفايات التي هي إن قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم جميع من هو قادر على ذلك. مثال ذلك يعني تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، هذه كلها فروض كفايات لابد أن يقوم بها البعض. هل يجوز التأجير عليها؟ نعم، يجوز التأجير على عملها، لكن استثنى الفقهاء شيئا واحدا وهو الصلاة على الميت. هذه أخرجوها من فروض الكفايات الجائزة أو جائزة الإجارة عليها. أما الإجارة على الصلاة على الميت فقالوا هذه من الممنوعات. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، إلى هذه الممنوعات من الإجارة، هل شيخنا يوجد بعض التطبيقات الأخرى أم نعم؟ لا يوجد، يوجد. تفضل شيخنا. يوجد بعض التطبيقات الأخرى. نعم تفضل. هذه مسألة مهمة ويسأل الناس عنها بكثرة، وهي من كان مستأجرا لعمل ما ويأخذ عملا آخر معه. واحد نعم يعني استأجر ليعلم أطفال المسلمين شيئا ما من العلوم الجائزة، فهل يجوز له أن يعلم معهم غيرهم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. قالوا إن كان يقوى على ذلك ولا يؤثر عليه هذا العمل الزائد فإنه جائز، أما إذا كان يؤثر على من يدرسهم الأولين نعم بخلط جماعة أخرى معهم يؤثر عليهم فهذا ممنوع لا يجوز. ويضرب له الفقهاء قدامى مسألة الراعي يعطى عددا من الشياه ليرعاها، فجاءه شخص آخر لديه شياه أخرى وقال له أنت يعني ترعى في هذه الشياه لصاحبنا الثاني، فهذه شياه أخرى ولك أجرة عليها. قالوا هذه إن لم يقوى على هذه الزيادة وتؤثر في نقصان رعاية الشياه الأولى فإن ذلك غير جائز، إن لم وإن وأما إذا كان قويا ويستطيع أن يجمع بين الأمرين دون تأثير على أحدهما فذلك جائز. وكثير من الناس يسألون عن أشياء مشابهة، يقولون أو يقول أحدهم أنا أشتغل في المكان الفلاني أو في المحل الفلاني أو في الوظيفة الفلانية ويمكنني أن أشتغل عشية يعني بعد الدوام في مسألة أخرى أو في مؤسسة أخرى، فهل يجوز ذلك أو لا؟ يجوز ذلك إن لم يؤثر شغله الثاني على شغله الأول، أما إذا كان يؤثر عليه فلا يجوز ذلك. كما أنه إذا اشترط عليه ألا يشتغل شيئا آخر
فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. إذن المسألة تتصل بأمرين، الأول أن يكون قادرا على الشغل الثاني وعدم تأثيره على الشغل الأول، هذا جائز، ولكن ذلك كله مقيد بقيد ألا يكون قد اشترط عليه أن يشتغل هذا الشغل الثاني. أما إذا اشترط عليه ذلك فلا يجوز له ولو كان قادرا على التوفيق بينهما. هذه بالنسبة لي مسألة يكثر السؤال عنها. نعم، يقول الشخص أنا عندي وظيفة تنتهي الساعة الثانية ولا الرابعة ولا الثالثة، نعم، وقد عرضت علي وظيفة أخرى تبدأ الساعة الرابعة أو السادسة مساء. نقول له إن لم يشترط عليك جائز عملك الثاني، ولكن ذلك مقيد بقيد آخر ألا يؤثر هذا العمل على وظيفتك الأصلية. أما إذا كان ينقص من نشاطك ومن عملك الرسمي فإن ذلك ممنوع ولو لم يشترط عليك ذلك. فهذه المسألة مهمة. نعم شيخنا، إذا في بعض الأسئلة، يعني هي اليوم مغلقة حقيقة، يبدو أن في خلل في الاتصالات، لكن نعتذر من الإخوة المشاهدين والمتصلين، لكن جاءتنا هناك عند بعض الأسئلة المهمة يستفيد منها المشاهد والإخوة المتصلين. ما زال 5 دقائق شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، معني حكم إيداع المال، واحد يسأل حكم إيداع المال في البنك بقصد الربح، هل يجوز؟ وإذا أودعه بسبب مثلا لمجرد الإيداع، ما فيش مكان يعني يضع فيه ماله إلا البنك، فهل الصفتين حرام أو أن هذه حرام وهذه حلال؟ لا، بالنسبة إذا كان المقصود من الإيداع هو الربح فهذا ممنوع طبيعة الحال، إلا إذا كانت المسألة استثمارية. أما مجرد وديعة فلا. أما إذا كان يعني البنك نفسه أو المصرف نفسه يشتغل بأموال الناس في استثمارات كم يعني ك كم يعني مضاربة وما في حكمها فإن هذا جائز. أما إذا كان مجرد إيداع المال في المصرف فقط ويريد ربحا في ذلك فهذا عين الربا، لأن المال لا يولد مالا بمجرد وضعه. هذا بالنسبة لوضع المال. الثاني مسألة إذا كان لا يمكن، وهذه تصير في الدول الغربية، نعم شيخنا، يعني بعض الناس يقولون عندي أموال كثيرة، نعم عندي أموال كثيرة، الآن صوتي يرجع إلي بأعلى مما أتكلم، فأعرف الإخوة المشرفين على الموضوع هذا أن ينتبهوا. فإذا كان هناك يعني إنسان عنده أموال كثيرة ولا يستطيع أن يحتفظ بها في منزله، فليس له إلا أن يوديعها في بنك، فهذا نقول له نعم تستطيع أن توديعها في بنك لأن هذه ضرورة. وإذا كانت البنوك من النوع التي تدفع فائدة ولا بد، فيعني المفروض أن يقول لهم لا أريد فائدة. ولكن هنا مأزق آخر، وهي أنه إذا لم يرد فائدة وقيد هذا الأمر بهذا الشرط وهم ضروري يدفعون فائدة عن هذه الأموال، أخذها صاحب المال فبها، وإلا فإنهم يصرفونها في بيوت العبادات لليهود والنصارى. إذا كان الأمر كذلك فلا يدعها، أي هذه الفوائد لا يدعها عندهم،
بل يأخذها ويصرفها في أمور المسلمين العامة ولا ينفقها لنفسه. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. واحد من الأخوة يسأل يعني حكم التبايع بعد الأذان يعني يوم الجمعة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيقول هل هذا خاص بالجمعة ولا حتى خاص بالأوقات الأخرى؟ لو صلى في دكانه أو صلى في السوق هل يجوز له في الأيام العادية؟ نعم، هذا خاص بالجمعة، لأن الجمعة يعني فرض صلاتها على غير المعذورين، والمعذورون معروفون. نعم، قضية المرضى والمسافرون وما إلى ذلك. أما في الأيام العادية فجمهور العلماء على أن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة، وإنما هي سنة مرغب فيها وكثيرة الأجر، كما وردت في الحديث أن صلاة الجماعة يعني تزيد على صلاة الفرد وحده ب27 درجة. فإذا بالنسبة لبقية الأيام لا يتعلق المنع بأذان الأذان للصلاة، وإنما هذا خاص بالجمعة. واختلف الناس في قضية أذان الجمعة، هل يفسد إذا وقع البيع حالة الأذان والمقصود الأذان الثاني، هل يفسخ البيع ويرجع كل إلى محله، أي المشتري يأخذ نقوده والبائع ترد له سلعته، أو أن البيع ماض وقد ارتكبت الحرمة؟ بعضهم قالوا بهذا وبعضهم قال بعكسه. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير وحفظكم الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وفي أعمالكم وفي علمكم، نسأل الله حفظكم شيخنا، متعك الله بالصحة والعافية، بارك الله فيك فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، نسأل الله أن يحفظكم الإخوة والأخوات. ختاما جاء نهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.